سارة حبيبتي تقول هل فقدان الذات برضو يؤدي إلى كراهية الذات؟ طبعا، بس الشخص ممكن ما يعرف، يعني الشخص اللي قاعد يأذي الناس، أوكي؟ يقولك أنا راح أدمر هذا، أنا راح أسقط فلان، راح أدمره، راح أهينه، راح أشعره بالعار، راح كذا راح كذا. هو يحسب إنه هو قاعد يأذي الآخرين، بس في القصة في الصورة الكبيرة هو يأذي نفسه كله. هو يعني زي ما يقول يغرف الموية ويكب في, 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 في خزاناته هو، بس ما يدرك. يحتاج وقت لما ينتبه للموضوع، يحتاج وقت لما يكتشف القصة، أوكي؟ يحتاج وقت لما هو ينتبه، أو واو إيش هالكارما وش اللي صار. بعض الأشخاص بعد وقت يجيهم شخص يأذيهم بنفس الطريقة فيقول أو واو الآن انتبهت، الآن انتبهت للموضوع. ومرات يقرر أنه هو يأذي نفسه، يقرر أنه هو مثلا يلخبط في صحته، يقرر أنه هو ينتحر، يقرر أنه هو يعني بياكل أشياء سيئة الجسم، يقول بالطقاق كيف طز خل جسمي يتلخبط، في النهاية بياكل الدود كذا. تلقى ناس كذا عندهم في النهاية بياكل الدود وما أعرف إيش، فيأذون أنفسهم بهذه الطرق. وطبعا كونك أنك أنت تعيش، خلنا نقول مثلا أنه أنت تأذي الآخرين، أوكي، أنت فاقد لذاتك الآن، أنت تأذي الآخرين، شعور غضب، شعور حقد، شعور ألم، شعور، كل هالمشاعر وين بتروح؟ كلها عندك، ما هي عند أحد، كلها موجودة عندك، موجودة. كل شعور الإيذاء هذا اللي يصحب الإيذاء موجود عندك، موجود عندك. طيب لما تكون أون 24 ساعة، طاقات الناس مختلفة، طاقات الناس مختلفة. تجي تفتح سناب طاقة شخص متوتر، تفتح سناب ثاني أو إنستغرام طاقة شخص خايف، تفتح هذه كلها وين رايحة؟ أكيد أنت راح يعني تأخذ جزء من هذه القصص. في النهاية سواء شافها سواء عرفها بوعي، هي قاعد تشتغل ضدك، الموضوع قاعد يشتغل ضدك ويأذيك. نختم بسؤال صديقتي أريج حبيبتي تقول بعد معارك كثيرة وطاحنة لروحي أحس أني فقدت نفسي وفقدت الرغبة في المقاومة من أجلها، صار ما في شيء يفرق معي وحياتي فوق تحت، بس ما فيني قدرة أني أتحرك أو أسوي أي شيء. حبيبتي حبيبتي بسم الله عليك، أول شيء أنا سعيدة أنه أنت وصلت لهذه المرحلة، سعيدة سعيدة جدا أنه أنت وصلت. قد تعبت تعبت خلاص، تعبت تعبت. رسالة جيدة هذه، تقولك خلاص قفلي الملف، قفلي كل القصص والحروب وهذه، خلاص ما عاد أصلاً عندك طاقة تغذي هذه، ما عاد عندك طاقة. لما ما يكون عندك طاقة فبالتالي مو مكانك، مو مكانك، مو مكانك، ما عندك طاقة تعطيها الموضوع أو هذا الملف. استوى. فأنا مبسوطة إنه أنتي تعبتي، إنه أنتي تعبتي، خلاص تقولين خلاص هالموضوع خلاص أبغى يقفل. هذه إشارة جيدة لتصحيح المسار، وإنه أنتي تصحين الطريق اللي أنتي موجودة فيه. وغالبا لما انت تعطي ملف كثير وقت وكثير حرب وكثير طاقة وكثير انتقام وكثير رغبة في انك انت تقفل الملف صح، في النهاية حتى هذا الملف يحترق في النهاية، او هذا الملف يحرق كل حياتك، بعدين يحترق، يكون هذا الملف يمشي على كل حياتك ويحرقها. وهذه النتيجة اللي وصلتيها، انت وصلتي حياة يأس، وصلتي حياة انه كل الحياة، معناها أنت أعطيتي هذا الملف قيمة أكثر مما ينبغي، حطيتي كثير طاقة في هذا الملف. طب يا عمي خلاص هذا الملف ما رح يصلح. اللي نفترض أنه مثلا كنتي متزوجة، حطيتي طاقة كثير على هذا الزواج، حاولتي تصلحين، حاولتي تحاربين، حاولتي تسوين، تعبتي تعبتي، ولأنك أعطيتي طاقة كثير هذا الزواج قام خرب علاقتك مع أهلك، قام خرب البزنس اللي أنت تشتغل، قام خرب شغلك، قلت يبى تفرغ لما أصلح هالرجال ولا أصلح هذه الزيجة. فهين قلت إلى متى؟ إلى متى وأنا ألهف عشان أصلح هذا الملف؟ خلاص هذا الملف هي يتصلح، خلاص خلاص. وهذا الملف خرب كل الملفات. فلما تتعب إشارة جيدة،
إشارة جيدة إنه أنت تستريح، حان الوقت إنه أنت تستريح، وحان الوقت إنه أنت تقفل هذا الملف، لأنه خلاص خلاص ما عاد ما عاد ما عاد يعني كون هذا الملف أعطاك هذه الرسالة يعني انتهت الطاقة إنه أنت تعطي أكثر لهذا الملف. حان الوقت الملف هذا يغلق بخيباته، بجماله، بسوءه، باللحظات الجميلة، باللحظات السيئة، بكل الفشل اللي فيه، كل الفشل الذريع اللي فيه يغلق الملف. ننتقل لقصة أخرى في حياتنا. يكفي أنه وصلني لحالة اليأس، يكفي أنه وصلني لحالة أني كرهت الحياة. تأكدي أنه عندك طرق كثير جميلة لا نهائية. تأكدي أنه عندك خيارات رائعة في الحياة. تأكدي أنه في ملفات أجمل مليون مرة من هذا الملف اللي أنت عالقة فيه، واستنزف طاقتك. تأكدي إذا كان هذا رجل ولا شغل ولا فلوس ولا مشروع ولا أي كان هذا الملف، في أحسن منه مليون مرة. لو حطيتي ربع طاقتك كان نجح وطار وصار شيء رائع ومميز في الحياة، لكن كل اللي صار إنه أنت حطيتي طاقتك في المكان الغلط. تالي قفلي الملف، قفلي الملف وانتقلي للخيارات الجيدة في الحياة. كلنا عندنا طرق جيدة، كلنا عندنا طرق للعظمة، كلنا عندنا طرق للعظمة، نختارها أو ما نختارها. كلنا عندنا طرق جيدة، كلنا عندنا طرق سهلة، كلنا عندنا ملفات سهلة، كلنا عندنا ملفات ممتعة في الحياة، كلنا عندنا خيارات أجود من الملف اللي استنزفنا. فحان الوقت يا أريج إنه نختار طريق آخر. حبيبتي الله يقويك. يا جماعة أذكركم عندنا العظمة، مسرح الأحلام، العزلة، الصمت والسكون، التأمل 101 102 103. اللي ما حط النية بليز يحط النية. خلفية الجوال يا جماعة خلفية عظيمة والله، ممتازة والله، حطوها. طيب واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم، راح نناقش الفيلم منتصف الشهر. خلوكم معانا، ما زلنا مستمرين في انستغرام لايف، راح نتكلم أكثر وأكثر عن العظمة. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، صحونا على حبكم.